هذا موضوع كبير، موضوع فلكي كبير، ويعني أخذ المختصين تاع الفلك قرون باش قدروا يفصلوا بين مركزية الأرض ومركزية الشمس. هذا الجدال هذا تاع العلماء اللي دخل فيه كوبرنيك وكوبلر وابن سينا وغيرهم من علماء المسلمين والعرب، هذا الجدال خدا قرون ولم يحل تماما، لأن اليوم عاودت رجعت الموجة على أساس أن ناس صابوا أدلة تدل على أن الأرض ليست سطحية، ليست دائرية، بل قد تكون سطحية، وراحوا قاسوا يعني عن طريق استعمال تقنية حديثة مثل الليزر وغير ذلك، صابوا أن أشياء قد تدلهم على أن الكوكب اللي عايشين فيه هو كوكب سطحي. فيه جدال كبير في اليوم الحالي، ولكن ما فيش جواب صريح باين أنه سطحية أو كروية هي. فالموضوع أعيد من جديد والعلم يتواصل.